لدينا واحد مولية من سأختار حمض قوي لنقل حمض الهيدروكلوريك أو كلوريك HCl، ونعلم بالطبع بما أنه حمض قوي سينفصل تماما. إذا الـ HCl في المحلول المائي سينفصل بشكل كامل إلى أيونات الهيدروجين وفي محلول مائي الذي هو في الحقيقة الهيدرونيوم، ذكرت هذا عدة مرات، زائد أيون الكلور في المحلول المائي. إذا كان لدينا واحد مولية من هذا حالة ما نضعها في الماء، سيكون لدينا في الحقيقة واحد مولية من هذا. إذا تركيز الهيدروجين هو واحد مولية، ونعلم بالطبع ما هي درجة الحموضة البي اتش من هذا. درجة الحموضة البي اتش ناقص اللوغاريتم للأساس 10 من تركيز الهيدروجين وهو واحد، وهذا يساوي وهو ناقص لوغاريتم الصفر، إذا ناقص صفر والذي يساوي صفر. إذا درجة الحموضة البي اتش ستساوي صفر. دعونا نقول لدينا لتر من هذا. حسنا، هذا يدلنا على عدد المولات لكل لتر، والآن إذا ذكرت أن لدينا واحد لتر، إذا نعلم أن لدينا واحد مول. لنقوم بعمل خارطة صغيرة هنا، سأعمل مربع صغير هنا، لنفرض أن المحور هنا، أرجو أن يكون صوتي مسموعا بالنسبة لديكم لأني دخلت في حالة فلوزة من يومين. إذا هنا البي اتش من صفر، هنا هذه 7 وهذه 14 أعلى هنا. عند أخذ أول مقياس محلول كلوريد الهيدروجين أو حمض الهيدروكلوريك، درجة الحموضة له ستكون صفر. الآن سأقوم بمعايرة هذا المحلول المائي من الحمض. حسنا، والمعايرة تعني إسقاط شيء آخر داخله بشكل مستمر ومسيطر عليه، لنرى ماذا سيحدث له. وما أفعله هنا هو العمل على معايرة حمض قاعدة. لدينا حمض هنا، وما سنعايره باستخدامه أو الكشف الذي سأضيفه إليه reagent. الكاشف هو بالأساس متفاعل بحيث نضيفه إلى المحلول، إذا هو معاير. إذا في هذه الحالة المحلول لديه حمض الهيدروكلوريك أصلا داخله، درجة الحموضة بي اتش هي أصلا صفر، لكن ما الذي أقوم به؟ أقوم بإضافة قاعدة قوية لنقل هيدروكسيد الصوديوم. هذه أفضل قاعدة مفضلة بالنسبة لدي. لنقل لدينا المحلول الذي أعددناه في وقت مبكر، لنقل أنه محلول بتركيز واحد مولية، لكن لن أضيفه كله بنفس الوقت، سأضيف زيادات من 10 أو 10% من اللتر. إذا هذا واحد لتر، هنا واحد لتر، ومن ثم هذا سيكون 2 لتر، وأيضا هذا سيكون 500 مللتر. 500 مل، هذا 1 لتر، هذا 1.5 لتر، هنا نعم هذا 2 لتر. إذا على هذا المحور سنضيف ببطء أكثر وأكثر من هذا الهيدروكسيد. إذا ما الذي سيحدث؟ ذكرنا كلما أضفنا ببطء هيدروكسيد سيؤدي إلى الارتفاع من البي اتش. لماذا سوف تزداد درجة الحموضة؟ لأن هذا أو اتش، تذكر أن هيدروكسيد الصوديوم هو قاعدة قوية، تعلمون ذلك، لأن الـ NaOH تنفصل بشكل كامل في المحلول المائي إلى أو اتش ناقص زائد صوديوم كاتيون الموجب. حسنا، الآن إذا كنت أضيف هذا إلى هذا هنا، ماذا تعتقدون أنه سوف يحدث؟ حسنا، هذا الأيون هنا OH سوف يزيل هذه الهيدروجينات. إذا في معظمه من الواضح كل شيء هو محتمل، وأينما نتعامل مع الكيمياء هناك دائما بعض الجزيئات التي لن تتفاعل بشكل كامل، وسيكون دائما بعض التركيز من كل شيء. لهذا في الواقع لا يمكن أن يكون هناك صفر تركيز من الهيدروجين، لا يهم كمية القاعدة التي نضيفها، لأنه سيكون هناك دائما بعض أيونات الهيدروجين التي تختبئ بشكل كامل أو تكون في حالة توازن كامل، لذا هي في تفاعل، لكن معظمها سوف يتفاعل. لكن كلما أضفنا أكثر من الهيدروكسيد للهيدروجين، تركيز الهيدروجين سوف يقل.
درجة الحموضة البي اتش هي ناقص اللوغاريتم من هذا، إذا البي اتش سترتفع، درجة الحموضة البي اتش سترتفع ببطء، تبدو أنها تتحرك ببطء لأنها خارطة للوغاريتم. إذا ربما فعل بشيء مثل هذا، تركيز البي اتش سيبدو بهذا الشكل، ونضيف أكثر وأكثر. لكن ربما ستقولون هذه حركة بطيئة، لماذا لا يحدث هذا بشكل سريع؟ لكن يجب أن نفكر في شيء. هذا هنا إذا كان هذا البي اتش واحد، هذا يعني قبل ذلك البي اتش لصفر، يعني أن تركيز الهيدروجين هو 1 مولية. البي اتش لواحد يعني أن تركيز الهيدروجين 10 إلى القوة ناقص 1، وهي 1 بالعشرة مولية. برغم أنه في خارطة اللوغاريتم يبدو كأنه حصل حركة صغيرة، لكن في الواقع نتعامل بمعامل 1 بالعشرة من حيث التقليل من تركيز الهيدروجين. حسنا، بدأنا من 1 مولي من الهيدروجين، ومع الوقت عندما نكون قد أضفنا تقريبا 900 مليلتر من هيدروكسيد الصوديوم، فمن المحتمل أنه تخلص من معظم الهيدروجين، وواضح أن المقام يتغير. حسنا، لأننا نضيف حجم هنا، لكن أعتقد أنه وصلتكم الفكرة العامة، حيث هذه الجزيئات الفعلية من الهيدروكسيد سوف تتفاعل مع أيونات الهيدروجين، سوف تتحول إلى ماء وتختفي في المحلول. إذا هذه سوف تختفي مع هذه، نعم، والذي يؤدي إلى تقليل التركيز الكلي من أيونات الهيدروجين، والذي يؤدي إلى زيادة درجات الحموضة البي اتش حتى درجة معينة، حيث يكون لدينا الكثير من المزال من هذه الأيونات بقدر الإمكان. سيكون دائما هناك القليل منهم، لكن قمنا بإزالة العديد منها بقدر كبير. إذا أي زيادة من الهيدروكسيد المضاف، سيؤدي إلى زيادة تركيز الهيدروكسيد، نعم، بحيث أن تركيز الهيدروكسيد سيكون أكبر من تركيز الهيدروجين. قبل ذلك، فإنه في وقت ما سيكون عندنا نقطة اتزان، حيث نكون قد أضفنا ما يكفي من هذا، بحيث أن يكون كلا التركيزين تساويا. يجب أن يكون هناك كمية متساوية من الهيدروكسيد والهيدروجين. حسنا، ماذا يحدث؟ أولا، عندما يكون هناك كمية متساوية من الهيدروكسيد والهيدروجين، عندها يكون متعادل أو محايد. إذا كان تركيز الهيدروكسيد يساوي تركيز الهيدروجين، عندها تكون الحالة محايدة، هذا مثل الماء. نحن عند درجة حموضة بي اتش تساوي 7. إذا هناك نقطة معينة حيث تركيز الهيدروكسيد يساوي تركيز الهيدروجين، ودرجة الحموضة البي اتش ستكون 7. ومن ثم فوق هذا، فإننا نضيف أكثر وأكثر من الهيدروكسيد، تركيز الهيدروجين الهيدروكسيد يغمر تركيز الهيدروجين. إذا سنحصل في الواقع على قاعدة حقيقية، وبما أن هذا قاعدة قوية، ففي النهاية سنحصل على درجة حموضة بي اتش تساوي 14. 14 لأنه بالأساس سيكون لدينا، لن يكون لدينا 1 مول لنمسح هذا، سيكون لدينا نصف مولية من الأو اتش عند نهاية هذا. إذا المخطط سيبدو بهذا الشكل، بهذا الشكل. الآن ما يزال هناك تركيز للهيدروجين، لكن سيكون صغير جدا جدا. الآن ما المثير للاهتمام فيما حدث هنا؟ عند هذه النقطة هنا الـ OH يساوي الهيدروجين، تركيزهما يساوي يعني بعضهما البعض، نعم. والطريقة التي يفكر بها هو أن كل الغالبية العظمى من أيونات من مولات الهيدروجين تم إزالتها عند تلك النقطة، وحتى يتم إزالة مول واحد من الهيدروجين، فإننا بالأساس هذا بالنسبة للجزء الأكبر. هناك دائما أيونات لا تزال، لا، لكن لا يجب أن نضيف 1 مول من الـ OH ليتم معايرته مع الهيدروجين للتفاعل مع مولات الهيدروجين. تذكروا هذا 1 مولية، وكان لدينا 1 لتر، إذا كان لدينا 1 مول من الهيدروجين. إذا نحتاج 1 مول من الـ OH ليتفاعل معه، وكيف يمكن الحصول على مول واحد من الـ OH؟ حسنا، قلنا أن تركيز المحلول هو 1 مولية، نعم. إذا حالما نضع لتر هناك، لأن هذا 1 مول لكل لتر، حالما نضع 1 لتر هناك، سيكون يجب وضع 1 مول من الهيدروكسيد هناك ليتم إزالة الهيدروجين. إذا هذه نقطة التكافؤ،
ليس مثل ما ذكرت أنه أقل من 1 مولية. لدينا كميات متساوية، تركيز قليل من الهيدروكسيد والهيدروجين، تم إزالة كل الهيدروجين، لكن تم أيضا إزالة كل الهيدروكسيد الذي تم إضافته إلى الآن. بعد هذه النقطة، أي هيدروكسيد تتم إضافته سيكون يساهم في زيادة درجة الحموضة pH بشكل أكبر، أو أنه يقوم بالضغط على تركيز الهيدروجين. الآن ما المثير في هذا؟ في هذا المثال ذكرت أن لدينا حمض الهيدروكلوريك وأعطيتكم تركيزه في وقت مبكر، لكن لنفرض أني لم أقل هذا، لنقل كانت مادة غامضة ونريد أن نقيس درجة الحموضة لها. عند هذه النقطة ستقولون حسنا، درجة الحموضة هنا pH تساوي صفر، وقمنا بمعايرته مع هيدروكسيد الصوديوم، وعندما أضفنا 1 مول، لأننا أوجدنا عند لتر من أيونات الهيدروكسيد عند هذه النقطة هنا، عند تلك النقطة قمنا بالحد من أيونات الهيدروجين التي كانت في المحلول الأصلي، أيونات الهيدروجين التي كانت في المحلول الأصلي، لذلك كان يجب أن يكون لدينا 1 مول من أيا كان الحمض هذا هنا. إذن هذا سيدل أن التركيز البدائي كان 1 مول من الأتش الزائد. أعتقد أن الفكرة وصلتكم. حسنا، وبما أننا نعلم أنه من السهل معرفة الحجم، لدينا نرى أن لدينا لتر، إذن سنقول التركيز الأصلي لهذا الحمض هو 1 مولية، ويمكن معرفة أيضا أن ما نتعامل معه هو حمض قوي. حسنا، وأشجعكم على أن تشاهدوا الفيديو التالي الذي سيكون بنفس الموضوع مع حمض ضعيف، لكن الحمض القوي والقاعدة القوية تتفاعل مع بعضها البعض، فإنه عندما يكون لدينا نفس العدد من المولات من كلاهما سنحصل بالضبط على pH 7، إنها تتفاعل مع بعضها البعض تماما، وسيكون لدينا محلول محايد تماما. إذا كان لدينا قاعدة قوية مع حمض ضعيف، القاعدة القوية حالما يكون لدينا منها نفس الكمية كالحمض الضعيف سنقوم بتحييده، لكن سيكون أيضا لدينا القاعدة الضعيفة المترافقة الباقية. إذا سينتهي بنا الحال مع درجة الحموضة البي اتش الأصلية، وسأقوم بهذا في الفيديو التالي. لكن إذا شاهدنا أن نقطة التكافؤ تحدث عند البي اتش تساوي 7، سنعلم أننا كنا نعاير مع ما كنا نتعامل مع حمض قوي، لأنه كان محايد بشكل كامل وليس محايد أكثر باستخدام القاعدة القوية. وإذا كنتم تتساءلون أين نقطة التكافؤ، نبحث عن النقطة الأكثر حدة على المخطط، لأنها النقطة حيث سيكون متواجد أغلبية من الهيدروجين في مقابل وجود الهيدروكسيد، ووجود الغالبية من الهيدروكسيد في مقابل الهيدروجين، لذلك يخلق هذا انعطاف في الرسم البياني، ويجب أن ننظر إلى هذه الخارطة ونقول أضفنا لتر من هذا المحلول، والتركيز لهذا المحلول هو 1 مول لكل لتر، إذا هو 1 مولية، لديه مولية تساوي 1، إذا كان يجب إضافة 1 مول من الهيدروكسيد للوصول إلى هذه النقطة، لذلك كان يجب تحديد 1 مول من الهيدروجين. إذا كان يجب أن يكون هناك 1 مول من الهيدروجين لنبدأ به، وبما أنه كان لدينا 1 لتر من المحلول، كان لدينا 1 مول من الهيدروجين و1 لتر من المحلول، إذا المولية الأصلية كانت 1. على أي حال، لا أريد إرباككم كثيرا، في الفيديو التالي سأحاول عمل نفس الشيء، لكن سأقوم بهذا مع الحمض الضعيف.